مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال جريء. حلقتنا لهذا اليوم هي المناظرة الثالثة بين الأخ رشيد وبين الشيخ عمار صالح موسى. عنوان المناظرة هذه المرة هو من الأعظم، محمد أم المسيح؟ هذا موضوع آخر من الموضوعات المهمة جدا في الحوار بين الإسلام والمسيحية. فالإيمان المسيحي وكذلك الإسلامي يثبت أو يسقط على أساس طبيعة وأعمال وتعاليم مؤسسيه. لكن السؤال هو كيف يمكننا أن نقيس عظمة إنسان؟ ما هي المقاييس للعظمة؟ هل كثرة المال دليل على العظمة؟ أم هل القوة دليل آخر؟ إن عظمة الإنسان تقاس بمدى تأثيره في حياة الآخرين بالإيجاب وليس بالسلب. وهذا ما سوف تدور حول حلقة هذا اليوم. سأتولى بنفسي الإشراف على هذه المناظرة وسأكون محايدا جدا، كما أريد أن أؤكد لكلا الطرفين أن الخروج عن الموضوع كلية والتجريح الشخصي غير مسموح بهما في هذه الحلقة. أذكر أيضا المشاهدين بطرفي هذه المناظرة. الطرف الإسلامي للمناظرة هو فضيلة الشيخ عمار صالح موسى، مدير المركز الإسلامي للدعوة والدراسات المقارنة بالسودان، وهو شيخ مسلم سني متخصص في دعوة المسيحيين للإسلام. الشيخ صالح له عدة مؤلفات، منها المسيح صلب أم رفع، ومحمد والمسيح أيهما أعظم. الطرف المسيحي في هذه المناظرة هو الأخ رشيد، مسلم سابق وباحث متخصص في مقارنة الأديان، مقدم برنامج سؤال جريء، قدم أكثر من 300 حلقة تلفزيونية، وكتب كتابا بعنوان إعجاز القرآن دراسة وبيان. مبدئيا الأمور ستسير على النحو التالي: كل طرف سيكون له 10 دقائق لتقديم مداخلته خلال هذه الحلقة مع تغيير طفيف في آخر المناظرة. أذكر حضرات المشاهدين بأننا لن نستقبل المكالمات الهاتفية، لكن نرحب بإيميلاتكم وتعليقاتكم على الموقع والفيسبوك. فضيلة الشيخ عمار، أرحب بك مرة ثانية في هذه المناظرة. أهلا وسهلا، مرحب بك، الله يحييك. وكمان أرحب بالأخ رشيد. أهلا بك، شكرا. من الأعظم، محمد أم المسيح؟ هذا هو موضوع المناظرة وموضوع حديثنا في هذه الحلقة. هنبدأ بالأخ رشيد، له 10 دقائق يتكلم فيهم عن من الأعظم، وبعدين هنتنقل إلى فضيلة الشيخ عمار صالح. أشكرك أولا الدكتور أشرف على أنك أخذت هذا العبء أنك تقدم الحلقة، هذه الحلقة المهمة، وأرحب بكل المشاهدين وأرحب بالشيخ عمار صالح موسى. أشكرك لأنك صرت وكأنك صديق للبرنامج. خلينا نبدأ السؤال: من الأعظم، محمد أم المسيح؟ أول شيء سأبدأ به هو لقب مهم نتفق عليه كمسيحيين ومسلمين، لقب كلمة الله. المسيح دعي كلمة الله. لا شيء، لم أجد في القرآن أي لقب أفضل من هذا دعي به محمد. وفي الإنجيل نحن نوافق، نعم المسيح كلمة الله، فهذا اللقب يعني لقب عالي جدا. فالمسيح أعظم في ألقابه من محمد. لن تجد في القرآن أي لقب لمحمد يتفوق على لقب كلمة الله. نأتي للنقطة الثانية، الولادة. محمد ولد ولادة طبيعية، وهذا ما تقوله الكتب الإسلامية ونحن نتفق معهم على ذلك. المسيح كانت ولادته معجزية باعتراف المسلمين ونحن نتفق معهم على ذلك، باعتراف القرآن. فالمسيح إذن كان معجزة بنفسه يمشي على الأرض، هو المعجزة في حد ذاتها. المعجزة لماذا سميت معجزة؟ لأنها تتفوق على الأمر العادي، هي فوق الأمر العادي. فإذا ولادة المسيح هي فوق أي ولادة بشرية تانية، وبالتالي فهو أعظم في ولادته. يقول الإنجيل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. ويقول القرآن: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. فإذا هل كان محمد آية؟ لم يكن آية. هل كان آية في ميلاده؟ لم يكن. لا يستطيع أي مسلم أن يقول هذا الكلام. فهل ولادة محمد أعظم من ولادة المسيح؟ الجواب كلا، الجواب بالنفي. فإذا ولادة المسيح أعظم، المسيح أعظم في ولادته.
نأتي للنقطة الثالثة. في حديث صحيح صحيح البخاري، ما كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم في نفس السياق، ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. في حديث في رواية أخرى لنفس الموضوع، ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. يقول المسلمون في هذه الأحاديث أن كل مولود يمس الشيطان ينخسه الشيطان ويطعنه الشيطان إلا المسيح وأمه. نحن نقول لهم نعم، نتفق أن المسيح لم يطعنه الشيطان، لم يمسه الشيطان، لم ينخسه الشيطان. إذن الاستثناء الوحيد هو مريم وابنها. أما محمد فكان من ضمن من طعنوا من الشيطان ومسوا من الشيطان ونخسوا من الشيطان. في الإنجيل يوافق على هذا الكلام، يقول على الأقل من جانب المسيح، فيقول الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، القدوس المولود، فهو مولود بروح الله فإذا لم يمس الشيطان. وفي يوحنا الأولى يقول التلميذ يوحنا عن المسيح، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض عمل إبليس. نعم، المسيح جاء يحرر المنخوسين، الممسوسين، المطعونين، ومن ضمنهم محمد. فكيف يكون محمد أعظم من المسيح إذا كان ممسوسا من الشيطان ومطعونا كباقي البشر؟ في مثلا أعمال الرسل يقول عنه أنه يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، بمن فيهم محمد تسلط عليهم إبليس في ولادته. لما أرسل المسيح 70 رجعوا وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فمن الأفضل، الملوث بالشيطان أم غير الملوث، المطعون أم غير المطعون، المنخوس أم غير المنخوس، الممسوس أم غير الممسوس؟ سؤال أطرحه للشيخ عمار. النقطة الرابعة، الأسرة التي تربى فيها كلا الشخصين. محمد يقول عن أمه أنه استأذن لها أن يغفر الله لها فلم يغفر لها، أو لم يسمح له الله أن يستغفر لها. عن أبي يقول إن أبي وأباك في النار. أم محمد مشركة في النار، أبوه في النار، عمه يقول عنه هو في ضحضاح من نار، هو في النار. أبو طالب كان اسمه اسم صنم، عبد صنم، عبد مناف. جده عبد المطلب، جده الثالث كان اسمه عبد مناف. فإذا والقرآن يقول إنما المشركون نجس، إذن هناك نجاسة شرك في عائلة محمد. أما عن عائلة المسيح فيقول عنها الإنجيل، فيوسف رجلها يعني خطيب مريم، إذ كان بارا، تربى في أسرة رأسها بار، رأس هذه الأسرة الذي كان يديرها بار. أما مريم فيتفق معنا المسلمون أنها مباركة من النساء وقديسة، في لوقا يقول عنها مباركة أنت في النساء. فإذا المسيح ابن المباركة الطاهرة مريم، ومحمد ابن المشركة آمنة. سامحوني إذا كان هذا الأمر مزعج، لكنه الحقيقة. وابن المشرك عبد الله، رباه المشرك أبو طالب، رباه المشرك عبد المطلب، تزوج المشركة خديجة، ولد منها أولاد في الشرك، مات بعضهم في الشرك والشرك نجاسة. كان محمد ابن أسرة نجسة من ناحية الشرك، عاش في حضن أناس نجسين، ربوه تربية على الشرك حتى صار 40. عاش المسيح من أول ولادته إلى صعوده للسماء حياة الطهارة القداسة، لم يكن مشركا في يوم من الأيام، لم يكن ضالا في يوم من الأيام، ربته والدته الطاهرة القديسة، وعاش حياة شهد له حتى الأعداء قالوا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. فأيهما أفضل يا ترى؟ تأثير التربية لا ينكره أي إنسان، شخص تربى في هذه الأسرة، حتى نقول في درجتنا هذا ابن ناس، ابن عيلة. فأي عيلة وأي ناس تربى على إيدي محمد؟ النقطة الخامسة، محمد كان ضالا. في سورة الضحى يقول ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى.
محمد كان ضال، سيقول المسلمون كان ضالا فقط قبل النبوة. إذن 40 سنة عاش محمد، 63 سنة، إذن حوالي ثلثي عمر محمد كان ضالا. هل تستطيع يا شيخ عمار أن تقول لي كم سنة كان المسيح ضالا؟ كم أسبوع؟ كم شهر؟ كم ثانية؟ لا شيء، المسيح لم يكن ضالا، بل قال عن نفسه أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، أنا أهدي الضالين مثل محمد. قال عن نفسه أو قال عنه يوحنا كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان النور. قال عن نفسي أنا هو الطريق، لو واحد أي واحد تايه ضال يجي لعندي، أنا الطريق، أنا الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. من الأعظم، الضال أم هادي الضالين؟ من الأعظم، الذي كان تائها 40 سنة ضالا؟ إن كان محمد ضالا فالمسيح هو الطريق والهادي، أفضل من الضال. نأتي إلى نقطة سادسة، المسيح قال من منكم يبكتني على خطية، ثم يقول عنه يوحنا وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. لم يكن المسيح فيه أي خطية. أذكرك بس أخ رشيد دقيقتين فضلي. شكرا. والقرآن يوافق على هذه القضية ويقول قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. عندما ذهبت للتفسير يقول الطبري الغلام الزكي هو الطاهر من الذنوب. نعم المسيح كان طاهرا. أما في القرآن فيقول ألم نشرح لك صدرك عن محمد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يقول عنه الطبري كانت للنبي ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له، بغض النظر عن الغفران كانت له ذنوب أثقلت. يقول ووضعنا عنك وزرك. في الطبري أيضا سمعت الضحاك يقول يعني الشرك الذي كان فيه، كان محمد في الشرك إذن أثقل ظهره، وقوله أنقذ ظهرك أثقل ظهرك، محمد كان حمله ثقيلا بالذنوب. أما المسيح فقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والتقيل الأحمال مثل محمد وأنا أريحكم. هو مريح المتعبين، من أنقذت الذنوب ظهورهم. فمن الأعظم، مريح التقيل الأحمال أم الذي ثقله حمله ثقيل مثل باقي الناس؟ أترك هذه الست نقط معك الشيخ عمار صالح موسى وأتمنى إجابة واضحة منك. رشيد أنا بشكرك لأنك التزمت بالوقت العشر دقائق. العفو. أنا بس جنب الشيخ عمار أنا بس بهمش بسرعة يعني ألخص اللي قاله رشيد بسرعة. الأخ رشيد إنه اتكلم عن عظمة المسيح في حوالي 6 جوانب، اتكلم عن عظمة المسيح في ألقابه، واتكلم عن عظمة المسيح أيضا في ولادته، واتكلم عن المسيح عظيم لأنه لم يمس من الشيطان، والمسيح عظيم لأنه لم يكن ضالا، والمسيح عظيم لأنه ولد من أسرة برة، والمسيح أيضا عظيم لأنه عاش حياة القداسة لم يكن فيه غش أو خطية. الوقت اللي جاي هو 10 دقايق بتاعت حضرتك فضيلة الشيخ، فمن فضلك اتفضل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف خلق الله الذي كان يدعى بالصادق والأمين والمبعوث رحمة للعالمين. مشاهدي قناة الحياة تحية طيبة. الدكتور أشرف أهلا وسهلا ومرحبا بك، وأتمنى أن توفق في إدارة هذه الحلقة وأن تلتزم جانب الحياد كالحلقات السابقة، وأنا واثق من ذلك تماما. صديق الأستاذ رشيد تحية طيبة ومرحبا بك. أشكرك أنك يعني قد أتحت لي هذه الفرصة السانحة. نعم. لكي أدافع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أتيت إلى هنا ليس دفاعا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما دفاعا حتى عن نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، بل وكل الأنبياء والمرسلين. فحواري معك يا أستاذ رشيد في هذه المناظرة إن شاء الله بإذن الله تعالى هو ليس دفاعا عن محمد فقط، وإنما هو دفاع حتى عن المسيح عليه الصلاة والسلام.
لأن المسيحي أو أستاذي رشيد الذي نعتقد نحن أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى ليس هو المسيح المذكور في هذه الأناجيل والتي شوهت سيرة هذا النبي العظيم. وأنا قبل ذلك يا أستاذ رشيد أقدم لك بعض العروض المغرية جدا في هذه المناظرة، وإن شاء الله سوف يكون ذلك تباعا في كل مداخلة يعني أجدها في هذه المناظرة. وأول عرض مغري أتقدم لك به في هذه المناظرة، وأتمنى أن تقبل هذا العرض، إنني يا أستاذ رشيد، يقول شيخنا العلامة أحمد ديداد عليه رحمة الله: أنا مستعد أن أضع رأسي تحت المغسلة. وأنا لن أضع رأسي تحت المغسلة، ولكن أنا مستعد الآن أن أعتنق المسيحية وأتعمد وعلى الهواء مباشرة، وأكون عابر من خلال برنامج سؤال جريء على الهواء في هذه الحالات. الحالة الأولى، أنا أطلب منك يا أستاذ رشيد أو أي إنسان مسيحي في هذه القناة أن يأتي بنص من القرآن الكريم أو من السنة أو من أي كتاب إسلامي صحيح، يأتي بنص يسيء إلى سيدنا عيسى أو إلى المسيح عليه الصلاة والسلام أو إلى أم المسيح عليه الصلاة والسلام، ولن تجد ذلك. فإذا وجدت نص في القرآن الكريم أو في السنة أو في مصادر إسلامية معترف بها عند المسلمين، فأنا الآن سوف أعتنق المسيحية وأترك الإسلام. هذا عرض مغري يا أستاذ رشيد، أتمنى الله تضيع هذه الفرصة. فإذا لم تجد ولم توفق في ذلك، أعلم أن الإسلام قد احترم عيسى واحترم كل الأنبياء الذين سبقوا عيسى وسبقوا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا يا أستاذي الفاضل، قبل أن أرد على النقاط التي طرحتها، أنا لما أقول أنني جئت هنا لكي أدافع عن محمد وعن عيسى أو المسيح عليه الصلاة والسلام، لأننا نعتقد أن المسيح الذي ذكر عندنا في القرآن الكريم يختلف تماما عن مسيح الأناجيل. فالمسيح كما ورد في الأناجيل يا أستاذي الفاضل، أو قبل ذلك، يعني قد الإخوة المسلمين يسمع هذه الكلمات، وإنك اعتذرت مقدما ولكن تقول هذه الحقيقة، هذا شيء طبيعي. أنا أقول لإخوتي المسلمين: لا تحزنوا لهذه الكلمات، هذا شيء طبيعي. فالكتاب الذي يعني يعتقد فيه الأستاذ رشيد، يعني كل الأنبياء لهم عيوب ولهم أخطاء، منهم السارق ومنهم الزاني ومنهم القاتل ومنهم الكذاب ومنهم المخادع، فهذا نحن يعني لن يضيرنا بشيء. فأقول الآتي: حتى المسيح عليه الصلاة والسلام، حتى المسيح يا أستاذ رشيد، يعني سبحان الله، لم يسلم من هذا الكتاب، الكتاب المقدس أو من الأناجيل، فقد أساءت إلى هذا النبي العظيم الذي نحن نعتقد أنه من أعظم الأنبياء ومن الأنبياء أولي العزم ومن الرسل أولي العزم. فلذلك لن تجد أبدا في القرآن الكريم أو السنة ما يسيء إلى النبي العظيم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولا إلى أمه. ولكن عندما ننظر إلى الأناجيل فنجد أنها قد شوهت سيرة هذا النبي العظيم، فقد جعلتموه يا أستاذ رشيد من نسل الزنا، بل جعلتموه ملعونا وخمارا. الشيء الغريب أنه في القرآن الكريم أول معجزة صنعها المسيح عليه الصلاة والسلام أنه تكلم في المهد وبرأ أمه من جريمة الزنا، ولكن أول معجزة صنعها المسيح كما في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني في عرس قانا الجليل، أنه صنع خمر لمجموعة من السكارى والحيارة في حفل. وهكذا هي يعني معجزات المسيح كما وردت، وأنه كان أكول وكان شرب خمر وأشياء أخرى إن شاء الله سوف نتعرض إليها من خلال المناظرة. بالنسبة للنقاط التي طرحها الأستاذ رشيد، ذكر أن أول نقطة أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال القرآن الكريم ذكر أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال عنه إنه كان آية. فالقرآن لم يقول عن المسيح عليه الصلاة والسلام هو آية، فقد ذكر أشياء كثيرة، حتى ناقت سيدنا صالح: ويا قومي هذه لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فكلمة آية يعني معجزة، وميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام كان معجز، نحن لا نشك في ذلك. ولولا القرآن الكريم لكان الآن الكثير من معجزات المسيح ما كان لها أثر.
هذا شيء عادي، فقد صبغ المسيح آدم عليه الصلاة والسلام فكان خلقه معجز، وحواء، وفي كتابك المقدس أيضا ملكيصادق لا أم ولا أب أيضا فهو معجز. طيب اتكلم الأستاذ رشيد عن نسب محمد وأسرة محمد وقال هنالك شرك في عائلة محمد، أما المسيح فهو نسل مبارك، فمحمد ابن مشركة وابن مشرك، ومحمد عاش في أسرة مشركة. طبعا هذه النقطة التي قد تزعل المسلمين، ولكن أقول يعني حتى تنشرح صدور أو تشفى صدور قوم، ونقول لك يا أستاذ رشيد إنك لم تنظر في نسب النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، فمحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام هو من نسل طاهر ومن نسل شريف، وهو يعني كل نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسب دين ودنيا، فنسب دين جد سيدنا إبراهيم وكذلك جد سيدنا إسماعيل الذي هو على حسب الكتاب المقدس أفضل من إسحاق. انظر إلى كتابك المقدس تجد أن إسحاق له عيوب وأنه شرب الخمر وأنه قد خدع، ولكن لن تستطيع أن تأتي بشيء واحد تدين به سيدنا إسماعيل، ولا خطيئة واحدة لن تستطيع أن تحسبها على سيدنا إسماعيل، وهو ولد كذلك قيدار، وإلى أن تصل إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النسب من ناحية الدين، فهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم سليل الأنبياء، سليل الأنبياء إسماعيل وإبراهيم. وأيضا من ناحية الدنيا فقد كان أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم سدنة بيت الله سبحانه وتعالى الكعبة المشرفة، وكانوا يقومون على وكانوا سادة، وكانوا هم يعني سادة في قريش، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له نسب عادي، بل كان أفضل من نسب المسيح. ولكن إذا نظرنا إلى نسب المسيح يا أستاذ رشيد، نسب المسيح أولا قلت لم يكن نسب شرك، شيخ هذا عمار، الكلام مخالف. فضيلة الشيخ عمار سمعني؟ نعم. فضل لك بس دقيقة ونص علشان بس بذكرك بالوقت. طيب انا بذكرني المخرج، خليني طيب. بس عشان ما اضيع طيب. ثاني وصراحه شكرا. ايوه طيب، فبالنسبه للمسيح، المسيح عليه الصلاه والسلام هو مسيح الاناجيل، هنالك اربع زانيات في نسب المسيح عليه الصلاه والسلام، بل هنالك 10 اجيال في نسب المسيح خارج كافره مشركه في نسب المسيح، وهم من بني عوان بني عمون وبني مواب، لا يدخلون في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم أحد أبدا في جماعة الرب إلى الأبد، كما مذكور في سفر التثنية إنه لا يدخل عموني ولا موابي في جماعة الرب. فعشر أجيال من نسل المسيح لا يدخلون في جماعة الرب، هذا غير الزانيات الأربعة. وقد قال ويليام باركلي المفسر للكتاب المقدس، قال والأغرب من ذلك أن أسماء النساء اللواتي ذكرهن متى في سلسلة النسب أسماء لا تشرف كثيرا، يعني هذا نسب لا يشرف كثيرا يا أستاذ رشيد، وهذا الذي كنا نقوله إنه الأناجيل شوهت سيرة هذا النبي العظيم. فيبقى نسب المسيح سلسلة لا تشرف، فنسب محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من نسب المسيح من ناحية الدين ومن ناحية الدنيا. لا يوجد في نسب محمد صلى الله عليه وسلم أربع عاهرات يا أستاذ رشيد، شيخ لا يوجد عمار، عشر شيخ أكثر. عمار العشر دقايق خلصت يعني، بس أنا حابب أنه أنا عارف أن رشيد كتب كل الأخ رشيد كتب كل النقط اللي حضرتك تتكلمت عنها وتناولتها، لكن من الست نقط اللي طرحها في البداية حضرتك اتكلمت بس عن الولادة، واتكلمت عن ورديت على موضوع الأسرة التي جاء منها كلا من محمد أو المسيح. هدي الوقت دلوقتي للأخ رشيد، قدامه كمان 10 دقايق، إما إن هو يرد على الأسئلة اللي طرحها فضيلة الشيخ عمار، أو إنه يكمل كمان الفكرة بتاعته من أعظم محمد أم المسيح. تفضل. يا أستاذ، دقيقة بس لحظة يا أستاذ رشيد، يا أستاذ أشرف لو سمحت، أنا الآن هو طرح 7 نقاط أو 8 نقاط، لو أنا بتكلم في كل موضوع دقيقتين ما حستطيع أرد على السبع نقاط. أنا أوكي بص بص أيوة بالله لو سمحت. أنا 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 عادل معاك زي ما أنا عادل مع الأخ رشيد. أنا اديت له 10 دقايق حضرتك، يعني حتى معاك الساعة ممكن تبص عليها. أنا اديت الأخ رشيد 10 دقايق، الأخ رشيد خد ال10 دقايق بتاعته الأولانية
وبعدين اديت لك نفسها بالظبط 10 دقائق طيب. علشان حضرتك ترد عليه. ف يعني لو احنا نحاول ان احنا نبقى يعني اكتر تركيزا ونرد على الاسئله ممكن يبقى الوقت اكثر استفاده ونتناول فيه موضوعات كثيره. فزي ما زي ما هدي رشيد هدي لحضرتك بالظبط، لازم تعرف كده. يا دكتور اشرف لو سمحت لا بعلق على المناظره، اترك الحكم للجمهور وما بعلق، دير الوقت فقط. انا أيوة. انا بالظبط اوكي حاضر. ايوه انا مش بعلق، انا مش بعلق على المحاضرات، انا بتابع الفكره. أيوة. بتابع الفكره اللي في المناظره عشان ما نخرجش بره الموضوعات اللي بتطرح. يا دكتور اشرف والان طرح سبعه مواضيع، تفضل اخ رشيد. انا بتكلم في كل موضوع دكتور. معلش يا شيخ عمار، لانه حتضيع الوقت كده، لا انا هستفيد ولا انت هتستفيد، فيا ريتنا. طيب انا هبتدي دلوقتي. أولا الشيخ لم يجب على النقاط، وكما العادة كما تعودت في المناظرات السابقة دايما الطعن في الإنجيل. طيب أول شيء تقول أنك مش قادر تحط رأسك على المغسلة لأنك عارف ستقطع هذه الرأس إن حطيتها على المغسلة. قلت جد لي شيئا واحدا يسيء فيه القرآن مثلا للمسيح. القرآن أساء للمسيح في حاجات كثيرة، من بينها ذكره لفرج مريم. إيجاب، هل رأيت مسيحي على الإطلاق يذكر منطقة حساسة للقديسة مريم؟ إيجاب فرجها للذكر. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. إيه؟ هل المسيحي سيرضى؟ إحنا بنجيب لك فرج مريم بنجيبه للحوار. هل مرة تكلمنا عن فرج آمنة أم محمد؟ دي أكبر إساءة توجهها. إيجاب ذكر فرج مريم في القرآن. ربنا نافخ في الفروج يا راجل اختشي. القرآن أكبر من أساء للمسيح، يقول عنه أنه كان عيل بيصنع فراخ وهوبا الفراخ طايرة في السماء. ده استهزاء، ما فيش استهزاء أكتر من كده بالأنبياء. المعجزات لها شرف، لها وقار، تعمل لغاية، وليس صبي يلعب بالفراخ وينفخ فيها الروح. دي أكبر إهانة. أنت قلت اذكر لي شيء واحد، ذكرت لك اثنين. ثم تأتي إلى عصمة الأنبياء، القرآن شرف الأنبياء والإسلام شرف الأنبياء. يا أخا يا سيدي ما فيش مشكلة. القرآن يقول عن آدم وتعتبرونه نبيا وعصى ربه فغوى. أهو نبي عاصي وغاوي؟ من أساء للأنبياء هنا؟ موسى يقول فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. قتل واحد وقال هذا من عمل الشيطان، نبي يعمل عمل الشيطان في سورة القصص 15-16. أما إبراهيم قال عنه محمد لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، ما ماتش غير خرجوا مسارنه كما نقول بالمغربي، هو ما ماتش بس طلعوا أمعائه، يعني ما كذبش بس كذب 3 كذبات، التنتين منهما في ذات الله. طيب عن موسى هزأتموه بالحديد، حاطط موسى بيستحمى حاطط ثيابه، جاء حجر وركض بثياب موسى وموسى ماشي عريان، كل إسرائيل شافته عريان. مين بيستهزئ بالأنبياء يا أخي؟ اتق الله. طيب نيجي لشبهة المسيح في سلالته زانية، أنت قلتها بالتعميم وأنا أطالبك في المداخلة التالية أن تفصل. أتحداك أن تجد زانية واحدة في نسل المسيح، قلت 4، أنا أتحداك أن تجد زانية واحدة وتعرف من هي الزانية. عرف من هي الزانية، لن أناقشها حتى تحدد. أتحداك الآن، أنت قلت 4، حدد من هي الزانية ولماذا تعتبر زانية. طيب نيجي للخمر، قلت أن الإنجيل ذكر عنه أنه شريب خمر، أتحداك أن تجد لهذه الآية أنه شريب خمر. قلت أن إسحاق أسوأ من إسماعيل، أقول لك أن إسماعيل قال عنه أنه إنسان وحشيا يده على كل أحد ويد كل أحد عليه. أما النسب فأنت تحدثت عن النسب وأنا قلت لك الأسرة التي تربى فيها، حتى على فرض، على فرض وأنت لم تثبت الزنا، على فرض أن هناك زنا في نسب المسيح فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله. هل صار عندك الشرك أفضل من الزنا؟ أنت قلت بأنه كانت أسرة متدينة وأسرة تقي، نسب دين ونسب دنيا. فين الدين؟ عمه اللي رباه اسمه عبد مناف، هذا هو الدين، عبد صنم. جده الثالث عبد مناف، عمه عبد العزة،
أبوه في النار وبيقول لي نسب دين، أمه في النار ويقول لي نسب دين، عمه في ضحضاح من نار وهو اللي رباه ويقول لي نسب دين. إذا كان نسب الدين في النار يقلى فلا أعتقد أنه هذا دين، هذا نسب شرك. عمه في النار تغلي دماغه في النار باعترافه. طيب نيجي لشبهة الخمر. يكفيني أن أقول لك أن أنتم تشتاقون للموت والذهاب للجنة فيها أنهار خمر. من صنع هذه الأنهار الخمر؟ إذا كان الخمر خطيئة فالله أكبر صانع للخطيئة عندكم، لأنه خلق أنهار. أما معجزة المسيح فست أجران فقط، عندكم عامل أنهار من خمر. هل الأنهار صاروا أقل من الأجران؟ فإذا قلت هذه خمر غير مسكرة، فمن قال لك أن المسيح صنع خمرا مسكرة؟ فوق كل هذا 16 سنة عاش المسلمون يشربون الخمر. في أحد مات الصحابة وهم سكرانين 16 سنة، من 23 سنة من عمر الدعوة المحمدية 16 سنة في الخمر، حتى كانوا يصلون وهم مختمرون. وأنت تعرف سبب نزول الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن علي كان يصلي بهم فخلط في السورة المختلطة أصلا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فخلط فيها وخربطها ونزلت الآية. فكانوا يصلون وهم سكارى 16 سنة. هل كان محمد موافق على الخطيئة 16 سنة؟ معناه أن كل المسلمين اللي ماتوا في 16 سنة ماشيين للنار؟ أم أن القرآن قال لكم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا؟ فالإسلام يعترف أنه قبل التحريم كل من شرب الخمر معفي عنه، فكيف تلوم المسيح؟ كيف تلوم الذين سبقوا وشربوا الخمر إذا كنت لا تلوم المسلمين على هذا؟ أعود لنقطي الآن، أجبت على نقطك. العلم، هل يستوي العالم والأمي؟ يقول القرآن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. طبعا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المسيح قيل عنه دائما أنه المعلم، يا معلم أي وصية هي العظمى، يا معلم. وقيل عنه أنه بهت الناس من تعليمه، بهتت الجموع من تعليمه. وكان يسوع في متى يقول وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. يقول عنه الرسول بولس المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. القرآن يقول يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أما محمد فتقولون الأمي. الآن الشيخ عمار يقدم لكم الأمي محمد، وأنا أقدم لكم العالم المعلم يسوع المسيح. من الأفضل، العالم أم الأمي؟ إذا كان الأميون هم أفضل فلا داعي أن تقولوا العالم فلاني والعالم فلاني، إذا كانت صفة تفضيل. نأتي إلى اعترافهما. الاعتراف سيد الأدلة. نسأل محمدا هل أنت أعظم مثلا من يونس بن يونان، يونس بن متى يعني يونان، عن ابن عباس صحيح مسلم ما ينبغي لعبد، قال محمد ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ما فيش عبد يستطيع أن يقول أنا خير من يونس بن متى. صحيح البخاري ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. في صحيح البخاري أيضا يقول ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. إذن محمد بحسب اعترافه ليس خيرا من يونس بن متى. أما المسيح فسألناه فيقول هو ذا أعظم من يونان، أنا أعظم من يونس. واحد يقول أنا لست أعظم، واحد يقول أنا أعظم، فمن الأعظم إذن؟ رسالتهما، من العظيم في رسالته؟ المسيح لخص رسالته وقال أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يا مشاهدي قناة الحياة، المسيح يقول لكم أما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة وليكون أفضل. محمد وقف أمام قومه وقال لقد جئتكم بالذبح، لخص رسالته، لم ألخصها أنا. الاعتراف سيد الأدلة، هو اعترف بذلك. إذن أنا أقدم لكم من يقدم لكم الحياة، وهو الشيخ عمار يقدم لكم من يقدم الموت، من جاءكم بالذبح. فمن تراه هو الأعظم، مقدم الحياة أم مقدم الموت؟ ولو لخصنا حياتهما لوجدنا المسيح 3 سنوات خدمة كلها معجزات وشفاء المرضى وإقامة الموتى، مواعظ، صلوات، نقاش ديني،
أما محمد فحياته تتلخص في الغزوات والنساء، وسأتابع هذه النقطة في المداخلة القادمة. شكرا أخ رشيد. الشيخ عمار معك 10 دقائق، تفضل حضرتك. طيب، أولا الأستاذ رشيد قال أن القرآن الكريم قد ذكر فرج مريم، وهذا يعني نوع من الإساءة للمسيح. أنا ما زلت أقدم لك العرض يا أستاذ رشيد، هات نص من القرآن والسنة يسيء إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. أولا أحسنت فرجها، أنت فسرت الفرج بالعورة وفقا للغة المعاصرة وليس اللغة التي نزل بها القرآن. أولا يا أستاذ رشيد سبحان الله، أحسنت فرجها كناية عن العفة، هذه كناية عن العفة. أحسنت فرجها يعني حافظت عليه، يعني الله سبحانه وتعالى وصفها بالعفة. أما الفهم الحرفي للنص هذا شأنك أنت، فنحن هذا القرآن نزل باللغة زي ما الكتاب المقدس نزل باللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية العهد الجديد، فالكتاب يفسر بلغته. حتى هذا الكلام ورد بالنسبة للمؤمنات في الكتاب عن المؤمنات، الله يحفظنا فروجهن، ما في واحد من المؤمنات، في واحد من المؤمنات اعتقدت أنه هذه إساءة لها، فأنت لأنك فسرت تفسير غير سليم فلذلك قلت هذا طعن، وما زال العرض مقدم أمامك. بالنسبة لمسألة ولادة عيسى تكلمنا عنها. طيب، نخصه الشيطان. أولا كونه أنه تقول الحديث صحيح ما في غضاضة في ذلك، نعم، ولكن يا أستاذ رشيد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ طول عمره، كان محفوظا من الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى أعانه على الشيطان، على قال ما من إنسان إلا وله قرين، وحتى أنت يا رسول الله قال نعم وقد أعان الله عليه فأسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه شيطان ولا تسلط عليه شيطان. والغريب في الأمر يعني هذه من الأشياء التي تكلمنا فيها في المرة السابقة، أنت كان ذكرت قلت إنه يعني قلت المسيح جاء، هذا الذي لم يتسلط عليه الشيطان جاء لكي ينجي وينقذ المنخوسين من الشيطان، يعني أمثال محمد وغيره. يا أستاذ رشيد أنا ذكرت هذا الكلام في المناظرة السابقة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لك أن الشيطان قد تلاعب بالسيد المسيح كما ورد في الأناجيل، وأن الشيطان كان يأخذ المسيح من مكان إلى مكان، وأن الشيطان امتحن المسيح، وأن الشيطان أصعده وكان يمشي خلفه وما إلى ذلك. وأنت عندما رددت علي قلت يعني الشيطان مارس قدرته، الشيطان مارس قدرته. إذا أنت اعترفت أنا باعترافك، إذا الشيطان مارس قدرته على المسيح. أما الشيطان فقد أسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام وارد في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم خنق الشيطان يا أستاذ رشيد، فشتان ما بين الذي تسلط عليه الشيطان وتلاعب به وأخذ يسعده من مكان إلى مكان، وما بين الذي خنق الشيطان وقال لولا دعوة أخي سليمان إلى نهاية الحديث. فيبقى محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من مسيح الأناجيل. طيب، الأستاذ رشيد قال لي جيب تحداك، قال لي جيب النساء الزانيات. أنا يا أستاذ رشيد هذا تفسير العهد الجديد للدكتور ويليام باركلي، أستاذ العهد الجديد بجامعة طيب تفسير إنجيل متى، وهذا الكتاب مجلس التحرير الدكتور بطرس عبد الملك، الأستاذ حبيب سعيد، دكتور القص أمير حبيب، دكتور القص فايز فارس، دكتور القص فهيم عزيز. بفسر هنا قال في صفحة 26 ثالثا دلالات بعض الأسماء الواردة في نسب سلسلة المسيح. قال من الغريب أن نرى أسماء بعض النساء في سلسلة النسب، مع أن اليهود كانوا يعتبرون المرأة من ممتلكات الرجل، وفي صلاة اليهود الصباحية كان يشكر الله على أنه ليس أمميا أو عبدا أو امرأة. والأغرب من ذلك أن النساء من أغرب من ذلك أن أسماء النساء اللواتي ذكرهن متى في سلسلة النسب أسماء لا تشرف كثيرا، فرحاب هي زانية، فرحاب هي زانية أريحة المشهورة، يشوع الإصحاح الثاني العدد من 1-7، وراعوث موابية وليست يهودية، وتقول الشريعة لا يدخل عموني ولا موابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر، هذا كل جيل ضال كافر برا نسب الله سبحانه وتعالى، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد. تثنية 23-3، وثمار لها قصة مخزية دبرتها بنفسها، تكوين إصحاح 38، وبتشبع أم سليمان
هي المرأة التي اختطفها داود من زوجها أوريا بطريقة مخجلة وغاصية. صمويل الثاني الإصحاح الثاني العدد 12. ومن ما الذي دعا متى؟ هذا ويليام باركلي يتساءل هذا المفسر، يقول ما الذي دعا متى أن يختار هذه الأسماء بالذات ليجعلها في سلسلة نسب المسيح مع ما فيها من خزي وعار؟ والله فعلا انه خزي وعار يا استاذ رشيد، ده كلام مسيحيين وليس كلام مسلمين. الان التحدي بتاعك انتهى، التحدي بتاعك انتهى. طيب سيدنا موسى قال وكز. طبعا احنا سيدنا موسى غتل الرجل قبل ان يتنبأ، قبل النبوة، فهذه انتهت. سيدنا اسماعيل قال الكتاب ذكر بانه كان وحشيا. وحشي هنا يا استاذ رشيد ليست على سبيل الذم، ارجع الى الكتاب اقرا النص، هنا معناها العزة والمدح. طيب الأستاذ رشيد تحداني، قال لي أتحداك أن تأتي لي أن المسيح كان شرب خمر. ورد في إنجيل لوقا الإصحاح السابع 34 قال لقد جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب خمرا فتقولون هو إذا إنسان به شيطان، وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو إنسان أكل وشرب خمر. يوحنا المعمدان كان لا يأكل ولا يشرب خمر، قالوا هذا إنسان به شيطان، وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب. ماذا كان يشرب؟ يشرب عصير، يشرب ماء بارد، ما هو بيتكلم عن الخمر. فتقولون هو ذا إنسان وأكل وشرب خمر. طيب الخمر يا أستاذ رشيد ليست كخمر الدنيا، فخمرة الإنسان الذي يمتنع عن الخمرة التي في الدنيا التي صنعها المسيح كما في عصغان الجليل كانت لمجموعة من السكارى والحيارة، هذه خمرة تذهب العقل. أما الخمرة التي في الجنة فهي عوض للذين تركوها في هذه الدنيا وامتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. خمر لا ولا لا يعني لا تذهب العقل، خمر لذة للشاربين تختلف تماما عن هذه الخمر التي أنت تتكلم عنها، لكن التي صنعها المسيح خمر لمجموعة من السكارى والحيارة، وهي بداءة أول معجزات المسيح في الأناجيل. طيب قال الله سبحانه وتعالى قال على النبي صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا. من الأفضل، الضال أم الغير ضال؟ يا أستاذ رشيد هنا الضلال ليس بمعنى أنه يعني كان ضال وكافر، نقول ضلت الإبل يعني معناها غابت وشرد، الضلال بمعنى الغياب، كنت غائب عن هذا الشيء فالله سبحانه وتعالى دلك عليه. أما عن المسيح أيضا قلت الأمي يا أستاذ رشيد ليس هو الجاهل، الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وكثير من الأنبياء ممكن يكونوا في الكتاب المقدس هم أميين وليس بجهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الله سبحانه وتعالى، ما مهم انه يكتب ولا يقرا، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه وادبه ورباه. طيب عايز اقول شنو يا استاذ رشيد، المسيح نفسه جاء واحد قال له يا معلم ايها المعلم الصالح ماذا اعمل؟ اول شيء المسيح صلح هذا السائل، قال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا الله، فالمسيح نفى عن نفسه الصلاح، فلذلك لا تقول لي ان المسيح صالح وما الى ذلك. طيب بالنسبة للتفضيل بتاع الأسرة أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم أو أبوه أو جده لو كانوا مشركين، نحن عندنا ما في ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما الإنسان بيؤخذ بإنسان، لكن إذا جيت نعم دقيقتين طيب، ولكن إذا جيت يا أستاذ رشيد نجد أن المسيح الآن ذكرت لك 10 أجيال هذه كافرة مشركة ضالة. اتحداك لو تجيب لي في مثل النبي صلى الله عليه وسلم 4 زانيات او زانيه واحده لن تستطيع، فاذا محمد صلى الله عليه وسلم افضل من المسيح. عرفت؟ انا اقول كالاتي يا استاذ رشيد. قال الاستاذ رشيد قال محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالذبح. جيب هذا النص وهات المصدر، ولكن يا استاذ رشيد المسيح نفسه كما ورد في الاناجيل قال ما جئت لالقي سلاما بل سيفا، ما جئت لالقي سلاما بل سيفا. فإذا المسيح ما جاء يلغي السلام، جاء يلغي السيف. والمسيح أنت تعتقد أنه إله وإنسان، فإنما كان إله يا أستاذ رشيد أمر بقتل الأطفال، فالكتاب الذي أنت تعتقد فيه هو الكتاب الوحيد الذي أمر بقتل الأطفال والنساء والشيوخ والغنم والحمير، هذا لن تجده في القرآن على الإطلاق. وأنا يا أستاذ رشيد مستعد الآن أن أعتنق النصرانية أن تأتيني بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن أمر فيه بقتل النساء أو الشيوخ أو الغنم أو الحمير، لن تستطيع. ولكن هذا الكتاب الذي أتى به أو الذي أمر به مسيح الأناجيل قبل أن يتجسد أو بعد أن تجسد يأمر بقتل الأطفال كما في سفر العدد، يأمر بشق بطون الحوامل،
يأمر اقتلوا للهلاك، هذه نصوص كلها موجودة معروفة، يأمر بالإبادة الجماعية، لن تستطيع أن تجد ذلك عند نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، بل نجد نصوص إن شاء الله وسوف أتكلم عنها في خلال مداخلتي القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب قال أنتم تشتاقون للجنة لأن بها خمر، فضيلة الشيخ طيب عمار، شكرا بشكرك على الوقت وعلى العشر دقائق اللي خدتها في الإجابة وفي الشرح وفي التوضيح، وهدي دلوقتي الوقت أيضا للأخ رشيد أنه يعلق ويجاوب على الأسئلة اللي حضرتك طرحتها. أولا هاخد النقط النصوص الإسلامية اللي طالب أو شكك فيها الشيخ حتى نكون انتهينا. والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. المصدر مسند الإمام أحمد صححه، قال عنه المحدث أحمد شاكر أنه إسناده صحيح. والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، انتهينا من هذا. وجدك ضالا، اعطني التفسير. كان على أمر قومه 40 عاما، الطبري، تفسير الطبري لسورة الضحى آية 6 و7. إذا عندما تستشهد أعطني أنت أيضا التفسير. طيب، قلت بالنسبة للخمر، خمر الجنة مختلفة عن خمر الدنيا. كيف؟ هل المسيح عمل خمرا مسكرة؟ المشكل في الخمر هو الإسكار، فإذا كانت خمرا غير مسكرة فهي ليست الخمرة المدانة، بالإضافة لم تجب على 16 سنة من عمر الإسلام، أكثر حوالي أكثر من الثلثين، 16 سنة من عمر الإسلام والصحابة يشربون ويصلون ويسكرون وذهبوا إلى أحد وهم مخمورين وماتوا هناك. إذا أردت النص سأعطيه لك بكل فرح وسرور. أما في الدنيا فقد عمل محمد الخمر. المصدر صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ. النبيذ هو الخمر في لسان العرب. قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله ينتبد له. إيه ينتبد له؟ ينقعون له الزبيب في الماء يحطوه يختمر أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذاك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. 3 ليالي والخمر مخمرة عنده وهو بيشرب. خمر المسيح عمرها ليل واحدة، ليلة واحدة. فهل دي تختلف عندي؟ وعندي نصوص كثيرة على جواز الانتباد وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير. فإذا كنت لا تعرف هذا راجع نصوصك يا شيخ عمار. بالنسبة لسلالة المسيح فيه زانيات، أنا قلت لك أن تعطيني زانيات، قلت تامار كانت زانية. طيب، القاعدة المعروفة وينبغي أن تعرفها، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص، ولا جريمة إلا بقانون. ما هي الجريمة التي ستحاسب بها ثمار؟ ما هي الشريعة التي كانت عندها تقول لها لا تزني، وإذا زنيت يصنع تقوم بهذا الأمر؟ كانت قبل وجود الشريعة ثمار، ولم يكن هدفها الشهوة، كان هدفها أن تقيم نسلا لزوجها المتوفى، فإذا لا تتوفر حتى شروط تصنيفها زانية. وأكثر من هذا، المسيح لا يأخذ شرفه من نسبه، بل نسبه يأخذ الشرف من المسيح. يشرف داود أن يكون المسيح من نسله، أما محمد فلأنه يحتاج إلى تشريف نسله، لذلك ذكروا نسله في السلالة، والسلالة مشركون. أبوه في النار، أمه في النار، عمه في النار، جده في النار، مشركون، مشركون. أما ثمار فلم ترتكب أي شيء في ظل وجود الشريعة. راحاب أنت قلت بالنسبة يعني معيارين، بالنسبة لموسى قتل قبل النبوة، بالنسبة لراحاب زانية، مع العلم أنه راحاب كانت وثنية وتابت
على ماضيها؟ هل تحاسب على ماضيها؟ عندما يسلم شخص تقولون الإسلام يهدم ما كان قبله، ونحن عندما يؤمن شخص الإيمان يهدم ما قبله، فلا تصنف راحاب زانية لأن هذا كان قبل إيمانها، قبل الإيمان لا يحاسبها الله، خلاص تابت انتهى الأمر، لا تحسب زانية. راعوت تتهمها بالزنا كذبا وزورا، عيب يا شيخ. اقرأ لي تفسير واحد أن راعوت زانية. راعوت طلبت الزواج وأعلن بوعز زواجها للشيوخ، قال أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل مالي لمالك وكل مالي لك ليون ومحلون من يد نعمي، وكذا راعوت المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لامرأة، إعلان زواج أمام الجمع، فليس هناك زنا. أما بالنسبة لبتشبع أو امرأة أورية، صارت له امرأة وولدت له ابنا، يعني بعد ما مات زوجها كان زواج رسمي، الله عفى عما سلف، عندما تاب داود عفى الله عنه، عندما تاب داود غفر الله له، هذا تعليم الكتاب المقدس. أما المرأة في حد ذاتها فليست زانية لأنها كانت مجبرة على الفعل ولم تقم به من حد ذاته، فلا تصنف زانية إطلاقا سواء قبل أو بعد. والولادة، ولادة سليمان تمت في إطار شرعي، لم تجد للأسف أي زانية. أما بالنسبة لماذا تدعوني صالحا، هل قال له المسيح أنا لست صالح؟ هو كان يصحح الشخص لأنه اعتقد أن الصلاح بشري، كان يقول له أي صلاح أعمل لتكون للحياة الأبدية، أراد أن يصحح تناقضه. أنت تقول لي يا معلم تعتقد أني إنسان وفي نفس الوقت تقول لي أيها الصالح، خلي عندك رأي، ليس هناك صالح إلا واحد هو الله، يا إما أن أكون الله يا إما أن أكون إنسان ولست بصالح. لا تناقض نفسك، كان يصححه. فأما المسيح فقال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح، لقد نعت المسيح نفسه بالصلاح. فإذا كل الأشياء التي أتيت أما تسلط المسيح، أعطني تفسير واحد يقول أن الشيطان تسلط على المسيح. أنت قلت بالحرف يتسلط عليه ويتلاعب به، عيب يا شيخ. عندما أقتبس أقتبس أنا من الطبري، أقتبس من البخاري، من مسلم، عيب يا شيخ. أعطني نص واحد يقول أن الشيطان تسلط علي وتلاعب به. تحرف النصوص قدام المشاهدين، سيبحثون في الإنجيل ولن يجدوا. أما تقول أن المسيح قالوا عنه شريب خمر، يقول وتقولون شريب خمر، ابن الإنسان كان أكل وشريب، لم يقل الخمر، شرب أشياء كثيرة. الإنسان ألا يشرب الماء؟ كان يأكل مع الناس ويشرب معهم في الموائد، هل توضع فقط الخمر؟ كان أكولا وشريبا، لم يقل الخمر، والناس اتهموه قالوا شرب خمر، كما قالوا عن محمد مجنون. هل أخذ أقوال الناس ضدك؟ فإذا أنت تقول شيء قالوه الناس، أما الإنجيل فلم يقل عن المسيح أنه شرب خمر. أعود إلى النقط التي لم تجب عنها. قلت أن المسيح كان معلما أما محمد فكان أميا. رسالتهما أو ملخص حياتهما، هذه هي النقطة التي كنت تركتها. ملخص حياة محمد 23 سنة، تزوج 15 امرأة ودخل ب13 واجتمع عنده 11، ويقول أيضا أنه حوالي 27 غزوة، فالخلاصة أنه كان عنده تقريبا في كل 4 شهور زيجة، وفي كل 8 شهور زيجة، وفي كل 4 شهور حرب. 10 سنوات الأخيرة قضاها محمد هكذا. ويلخص الحديث دعوة محمد كلها ويقول كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. أما المسيح فيقول كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لاحظ أين قضى محمد حياته، ولاحظ أين قضى المسيح خدمته. اتكلم عن 23 سنة مقابل 3 سنوات، واحد يطوف يعلم في المجامع ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف، يقدم خدمة للإنسانية، واحد قيل عنه كان يطوف أيضا لكن على نسائه في الليلة الواحدة، ولم تحصل مرة، وإلا لماذا قالها أنس؟ يعني تتكرر، كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، قضى عمره هكذا. من الأفضل، الذي قضى سنواته يطوف في خدمة الناس، أم الذي قضاها يطوف في خدمة لذاته ونزواته وحروبه؟
محمد علم الكذب، قلت أن اسم محمد هو الصادق الأمين، أتحداك أن تعطيني حديثا واحدا صحيحا أو آية قرآنية تقول أن محمد هو الصادق الأمين، بينما أعطيك آية من الإنجيل تقول عن المسيح أنه هكذا. محمد علم الكذب في ثلاث حالات، وعلم أيضا المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أما المسيح فكان دائما يقول الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم، وقال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يعلم الكذب. أما محمد فقد علم الكذب في حالة الحرب وعلى الزوجة والصلح بين اثنين، وسمى شيئا آخر سماه المعارض وهو الكذب بالمطلق تحت مسمى شرعي يسمى الكذب. من الأعظم، الذي يعلمنا الصدق، الصادق الذي يعلم الصدق، أم الذي يعلم الكذب؟ أشكرك أخ رشيد. فضيلة الشيخ عمار، معك 10 دقائق حضرتك عشان ترد فيها أو توضح بعض الأمور اللي طرحها الأخ رشيد في موضوع المناظرة النهاردة، من الأعظم، محمد أم المسيح؟ شكرا يا دكتور أشرف، وأهلا يا الصديق الأستاذ رشيد. أنا يا أستاذ رشيد لن أدخل معك في مغالطات حتى أضيع زمني، أنا جئت بدليل من كتابك، بتقول لي عيب، قول عيب لويليام باركلي، قل عيب لماكنتوش في تفسيره، قل عيب لكثير من المفسرين المسيحيين، هم اللي ذكروا هذه الأشياء، وأنا لم أضيع زمني. أنا قلت لك الأغرب، ويليام باركلي قال والأغرب من ذلك أن أسماء النساء اللواتي ذكرهن متى في سلسلة النسب أسماء لا تشرف، هذا ما كلام مسلمين يا أستاذ رشيد. فرحاب هي زانية أريحة المشهورة، ورعوس هذه موابية، فيبقى يا أستاذي الفاضل وثمار لها قصة مخزية دبرتها بنفسها، وبت شبع هي كده، ما الذي آخر حاجة بتسأل ويليام باركلي، ما الذي، مش أنا يا أستاذ رشيد، هذا مفسر مسيحي مشهور موجود معروف حتى في الشبكة موجودة تفاسيره، هذا المفسر يقول ما الذي دعا متى أن يختار هذه الأسماء بالذات ليجعلها في سلسلة نسب المسيح مع ما فيها من خزي وعار، هذا ليس كلام مسلمين يا أستاذ رشيد، لا تضيع زمني. طيب، عيب ليس علي أنا، عيب على المفسرين المسيحيين. الأستاذ رشيد يقول محمد أبدأ من حيث انتهى، محمد حلل الكذب ثم بعد ذلك يعني رد على نفسه، تكلم عن المعارض، المعارض لا تسمى كذب يا أستاذ رشيد. عندما أقول لزوجتي إنك أجمل امرأة، أنا أعتقد أن زوجتي أجمل امرأة، هذا ما أعتقد يعني، هذه ليست فيها نوع من الكذب. في الحرب يا أستاذ رشيد، تريد مثلا أنه نحن نكشف للأعداء مواطن الضعف ومواطن القوة، الحرب خدعة، هذا ليس كذب. لكن مسيح الأناجيل كذب يا أستاذ رشيد عندما خدع أخوانه وقال لهم أصعد إلى عيد أحد الأعياد لعله عيد المظال، قال لهم أنا لم يأتي وقتي بعد، ثم بعد ذلك فما أن خرج أخوانه حتى خرج هو متنكر، خرج هو متنكر لك لا يعرف أحد، فهنا كذب مسيح الأناجيل. قال الذي من الأعظم، الذي قضى سنواته في خدمة الناس أم الذي قضى وقته في لذاته؟ أنا أتحداك يا أستاذ رشيد، تكلمنا وتناظرنا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم في مناظرة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم، أولا المسيح ما في شيء كده مذكور عنه، لأنه أصلا من عمره 3 سنة ولا 10 سنة، تاني بعد 30 سنة حتى ذكر شيء عنه، فترة مجهولة كاملة. ومش كده بس، حتى الأناجيل التي يعني وردت عن المسيح وذكرت هذه فيها نظر طبعا أكيد. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كتاب مغروء، كله صغير وكبير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا ومات فقيرا، نتحداك أي لذات التي أنت تتكلم عنها. محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عرق يده، ما كان هنالك لذات يا أستاذ رشيد. محمد كان يأكل من عرق يده، ما كان يعتمد على أحد، لكن مسيح الأناجيل يا أستاذ رشيد كان يعتمد على نساء كنا يصرفن عليه ويخدمنه، نساء كنا يصرفن على مسيح الأناجيل. فمحمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يعتمد على نفسه أعظم وأفضل من مسيح الأناجيل الذي كان يعتمد في حياته على نساء. أي خزي وأي عار يا أستاذ رشيد أن تنسب إلى هذا النبي العظيم نساء يصرفن عليه ويخدمنه. ومن الغريب ومن الأشياء الغريبة يا أستاذ رشيد
أن مسيح الأناجيل قد جاءته امرأة عاهرة، جاءت بطيب، امرأة زانية جاءت تحمل طيب وصبت هذا الطيب على رأسه، ثم حلت شعرها وصارت تتمسح في رجليه وتغبلهما وتبكي. سبحان الله، كيف قبل المسيح الأناجيل هذا العطر الذي ثمنه من الزنا، وتقول بعد ذلك أنه أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ شتان يا أستاذ رشيد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمين وبين مسيح الأناجيل الذي يقبل ثمن طيب من العهر من الرذيلة. شتان ما بين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتمد على يده وبين مسيح الأناجيل الذي كان يصرفن عليه نسوة. الأستاذ رشيد قال محمد صلى الله عليه وسلم، طيب قال خمر المسيح كانت مسكرة، نعم كانت مسكرة، المسيح صنع خمر مسكرة، أتحداك أن تقرأ النوع النص للمشاهدين، خمر المسيح التي صنعها مسكرة، حتى أن رئيس الجلسة انبسط من هذه الخمر التي هي جيدة التي هي تسكر أولا. قال خمر المسيح كان عمرها ليلة، حتى لو كانت عمرها ليلة هي كانت خمر مسكرة. بعد ذلك تكلم عن إباحة النبي، يتكلم عن النبيذ، قال محمد كان يشرب النبيذ. طيب ثم بعد ذلك الغريب في الأمر أنه الأستاذ رشيد قال ما لم يتغير طعمه. طيب يا أستاذ رشيد إذا ما تغير النبيذ شيء غير الخمر، فرق بين النبيذ عند العرب وبين الخمر التي أنت تتكلم عنها. لم يتغير، هذا ينقض كلامك الأول أنه كان يشرب الخمر. طيب في بعض الأشياء قال لي أعطني دليل، الأستاذ رشيد قال يتحداني وأعطني دليل على أن الشيطان تسلط على المسيح، ثم قال أنت تحرف النصوص أمام المشاهدين فسوف يبحثون. لماذا أنت يا أستاذ رشيد لا تكفي المشاهدين مؤونة التفتيش وتأتي بالنص؟ أنا ذكرت لك في المرة السابقة في المناظرة قبل الأخيرة أن الشيطان كان يأخذ المسيح من مكان إلى مكان، هل هذا موجود في الإنجيل؟ نعم موجود. أنا الآن لو أتاني الشيطان أعرف أنه الشيطان لما تبعته، الشيطان كان يأخذ المسيح من مكان إلى مكان، هذا نوع من التسلط، رضيت أم أبيت، هذا نوع من التسلط. وأنت بفمك يا أستاذ رشيد، وأنا أطلب من المشاهدين أن يرجعوا إلى مناظرة هل محمد رسول من عند الله، تجد أنك قد اعترفت بلسانك أن الشيطان قد مارس قدرته على المسيح، يبقى الشيطان تسلط على المسيح باعترافك وباعتراف الأناجيل، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم خنق الشيطان، قال ولولا دعوة أخي سليمان لأسرت وفعلت فيه ما فعلت، إلى نهاية الحديث. فيبقى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من مسيح الأناجيل، لأنه هذا كان الشيطان يتلاعب به. أي تلاعب يعني؟ إذا كان الشيطان، أنا الآن إذا جاءني الشيطان إلى هذه الغرفة وقال لي تعال أتبعني، لن أتبعه إذا كنت أنا أعرف أنه هو الشيطان، فضلا أن يمتحنني. كيف أنه يعرف أنه هذا الشيطان والشيطان يمتحن مسيح الأناجيل بل هو إله؟ فإذا هذا هو التلاعب الذي أنت ترفضه. طيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الأستاذ رشيد تحداني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمى بالصادق أو الأمين. أول شيء يا أستاذ رشيد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق أمر متواتر موجود في كل كتب السيرة تقريبا. وأنا إذا ناقشتك في هذا الكلام من باب تضيع الوقت، ولعله يمكن أخونا أبو عمر الباحث رد عليك في هذا الموضوع، وموجود حلقات ترد على ذلك، موجود في كل كتب الحديث تقريبا. والصحابي يعني عندما يروي الحديث يقول حدثني الصادق المصدوق. كيف يقول حدثني الصادق المصدوق ويروي عن من هو الصادق المصدوق؟ حتى أنه أبي سفيان في حديث البخاري كما ورد مع هرقل قال كنا نسميه بالأمين، وقال ما جربنا عليه كذب، يعني سألوه هل جربتوا عليه قال ما جربنا عليه كذب، هذا من البخاري. فيبقى التحدي بتاعك انتهى يا أستاذ رشيد، كسبنا التحدي. فإذا يا أستاذي الفاضل، محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من مسيح الأناجيل في أشياء أنت تغاضيت عنها. محمد صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، هذا دليل ونصوص لم تجب على ذلك. أين محمد؟ انتهى الوقت؟ طيب فإذا طيب شكرا شكرا. خذ هذه النصوص يا أستاذ رشيد. النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد البر يقول في كتاب الاستذكار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، عن ابن عباس وعائشه وابو سعيد الخدري وانس والاسود وغيرهم، واجمع العلماء على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل النساء الحربيين ولا اطفالهم لانهم ليسوا من يقاتل في الاغلب، والله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لكن هذا قال
شقوا بطون الحوامل، تقول لي جاء بالسلام، واي ذبح اعظم من هذا يا استاذ رشيد؟ غضب الاطفال، ما ذنب الاطفال؟ شيخ عمار معلش، يعني انا عشان بس الموضوع ما يخرجش براه، النصوص اللي حضرتك بتجيبها ليست مرتبطه بالمسيح الا اذا انت ربطتها بالمسيح، يعني لا يا استاذ، لا انا بس على لا لانه حضرتك ثواني انا بس حابب ان انا يعني الحلقه تبقى موضوعها شخص المسيح. انت دلوقتي بترجع لي لموضوع في العهد القديم وبتجيب نصوص من العهد القديم وبتقول المسيح قال، يعني فخلينا نركز شويه على الشخص المسيح سواء من عندك من المصادر الاسلاميه او من المصادر المسيحيه ونتكلم عن الموضوع ده، لكن مش نصوص من العهد القديم وتطبقها على لأنها خارجة عن الموضوع بتاعنا النهاردة. يا أستاذ يا دكتور أشرف، مسيح الأناجيل هو نفسه اللي وضع نصوص العهد القديم ونصوص العهد الجديد، مش هو إله أنت تعتقد أنه إله والأستاذ رشيد يعتقد أنه هو إله، يبقى هو اللي وضع هذه النصوص، يبقى هو الذي أمر عندما كان في السماء. أنت تعتقد أنه المسيح إله إنسان نبي، هذا الشخص المسيح الذي في الأناجيل أو في الكتاب المقدس هو نفسه الذي أمر بهذه النصوص عندما كان في السماء، وعندما تجسد أنا ذكرت نص قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض، هذا من العهد الجديد، هذه النصوص التي في العهد القديم. هل إله العهد القديم هو غير إله العهد الجديد؟ نفس الشيء. فلذلك رجاء لا تتدخل في الحوار، دع الحوار بيني وبين الأستاذ رشيد وأخلي الأمور ماشية، والأمور كده ماشية تمام لو سمحت، ما تقاطعني. هل طيب لو سمحت يا دكتور أشرف، أنت الآن المرة اللي فاتت عبد الفادي كان ماسك المناظرة ما تدخل إلا كان ضابط الزمن، فأنت الآن جيت تخربط المناظرة. بالله يا رجل لا تتدخل. أنا مش بخربط المناظرة، أنا بس يعني حضرتك يعني أنا أعرف هذه النصوص صعبة عليكم وغاسية، لكن هذا واقع في كتابك يا دكتور أشرف. خلينا أنا محايد جدا يا دكتور يا شيخ عمار، لكن أنا هدي للمايك للأخ رشيد علشان هو يتكلم في الموضوع ده ويرد على أسئلتك. طيب أولا قلت أن كنا نساء يصرفن عليه، عندما تقول كلمة كن أدها، يعني كن في مستوى الكلمة، يصرفن عليه أعطني كلمة يصرفن عليه. عندما تقول المسيح صنع خمرا مسكرة أعطني النص يقول المسيح صنع خمرا مسكرة، تفسرها من نفسك ده تفسيرك أنت. أين النص؟ قلت تحداني أهو في يوحنا الأصحاح 2 قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن. أين هي الخمر المسكرة؟ قدموا إلى رئيس المتكأ فقدموا، فلما ضاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا، فين مسكرة؟ ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا علموا. طيب أين هي؟ لا يوجد كلمة مسكرة في النص كله، لو كانت موجودة انتهت المناظرة. قل لي لو وجدت كلمة مسكرة هنا، هذه الخمر مسكرة، خلاص انتهت المناظرة. النبيذ الذي كان يشربه محمد كان يختمر 3 أيام، تعريف النبيذ بحسب قاموس لسان العرب هو الخمر. الخمر هو كل ما اختمر بدون تحديد المدة. كان يشربه 3 أيام، ما عندك جي جواب. كان محمد يشرب الخمر، الصحابة شربوا الخمر وراحوا سكرانين لأحد. ما قدرتش تجاوب، تتجاهل الموضوع وكأنك لم تسمعه. انتهينا من موضوع الخمر. ما حكم من ماتوا يشربوا الخمر في الإسلام؟ إذا كان الإسلام يدينهم فهو يدين الكل، إذا كان الإسلام يعفو عنهم فهو يعفو عن الكل. انتهى الأمر. ما عندكش حجة في موضوع الخمر. بالنسبة لي كنا يصرفنا عليه. هل محمد كان يقبل الهدية يا شيخ عمار ولا لا؟ محمد كان يقبل الهدية ولا لا؟ عندما تهديه أي امرأة أو أي شخص الهدية، النساء كنا يطبخن، كنا يخدمنه، كان التلاميذ يمشون مع المعلم، وكالعادة في شرقنا العربي كل واحد يخدم، فهي خدمة. أما المسيح لم يذكر أن واحد كان بيصرف عليه، هو اشتغل لمدة 30 سنة وبعد ذلك ابتدى خدمته في 3 سنين. أما محمد كان يتيما، واللي صرفت عليه امرأة خديجة
التاجرة هي خديجة. هو كان معدم ما فيدوش حاجة. إذا من صرف عليه امرأة وهي التي تزوجته، مش هو الذي تزوجها، هي كانت 40 و25 ووجدك عائلا فأغنى لأك فقير معدم وأعطاك خديجة وهي اللي خلتك نبي وهي اللي صرفت عليك. لما ماتت خديجة صار الغزو هو وسيلة حصول محمد على المال، صار يغزو له الخمس من كل شيء. أما الذي تصالح عليه الفيء فله وحده. فإذا محمد، ثم أنا لم أذكر هذا الأمر، أنا ذكرت طوافه على النساء، تجاهلتها وكأنك لم تسمع الأمر. كان يقضي وقته يطوف على النساء، يا ريت جاوب. هذا خادمه أنس يقول أنه كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة. المسيح يطوف يشفي المرضى وتعبان ويعمل معجزات، واحد يطوف على النساء، ودي خلاصة حياة محمد، غزوات وطواف حول النساء، دي خلاصته. نعود إلى الشيطان، مارس قدرته على المسيح. لم أقل، أتحداك أنا قلت مارس قدرته على المسيح. إضافة على المسيح مش موجودة. أنا أعرف ما أقول. قلت أراه ممالك المسكونة، قلت مارس قدرته في الرؤية، لم يمارسها على المسيح. عندما أنا أكون في المغرب وأرافق شخص يذهب يزور مناطق في الدار البيضاء وأكون معه، أقول لغويا أخذته يزور، لكن ليس لي عليه تأثير. وأنت مثلا الشيخ عمار ممكن أقول أنا أحضرتك لهذه المناظرة، لكن باتفاق بيننا، هل لي عليك سلطان الآن يا شيخ عمار؟ أنا أحضرتك لهذه المناظرة لأني طلبتك للمواجهة فأجبت. المسيح، الشيطان أراد أن يواجه المسيح، والمسيح لم يخف من الشيطان فواجهه وفي الأخير طرده، قال له اذهب يا شيطان، طرده وراح مطرودا مدحورا، لم يكن له سلطان. محمد كان منخوصا من الشيطان بالحديث، الاستثناء هو مريم وابنها، كان منخوصا، أعطني الاستثناء في الحديث، كان منخوصا ومطعونا وممسوسا، شأن وشأن بني آدم. إذا لو هناك استثناء لمحمد قل لي أين هو. انتهينا من هذا الأمر أيضا. إذا نعود للنقط التي ذكرناها عن محمد بالنسبة لحياته، فقد كانت حياة غير مشرفة، وكانت حياة مملوءة بالقتل. ومسألة قتل الأطفال قلت أعطني نص، بالنسبة للعهد القديم لم يقتل أي شخص بسبب الدين، كانت مسألة حياة وموت بالنسبة للأرض. أما محمد فسألوه عن أطفال المشركين فقال هم منهم، قالوا نقتل أطفال المشركين، ما رأيك؟ قال هم منهم. إذا كنت تعرف هذا النص ولم تذكر فأنت تدلس على المشاهدين، إن كنت لم تعرف فعرفه الآن. سألوه عن أطفال المشركين فقال هم منهم. أهو نص أمر فيه محمد أصحابه بأن يقتلوا أطفال المشركين لأنهم منهم. نأتي إلى المعجزات. محمد بدون معجزات، وقالوا لولا، كانوا بيترجوه، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قال إن الله قادر على أن ينزل آية، ما عارفين إن الله قادر، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الغيب لله، ما عارفين الغيب لله، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر، هذا جواب محمد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء، ده جواب بترجوه في خمس، سورة الأنعام 37، يونس 20، الرعد 7 والرعد 27، نترجاك اعمل آية. وأقسموا له بالله جهد أيماني لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنن، وماذا لو عملت الآيات وما أمنوش، ما تعملها بالأول، ما عملهاش. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. أما المسيح فقد ذكر له القرآن معجزات كثيرة، خلق الطير، يبرئ الأكمه، الأبرص، إحياء الموتى، ينبئ بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم. فكل هذا، من الأعظم، صاحب المعجزات أم الذي ليس له معجزات؟ ترجاه الناس فلم يستطع أن يعطيهم آية واحدة. قل لي آية واحدة في القرآن عملها محمد. إنما القرآن يذكر آيات كثيرة للمسيح. من الأعظم،
صاحب الآيات أم الذي له صفر من الآيات باعتراف القرآن؟ لا تقل للأحاديث، تكلمنا في هذا في المرة السابقة، أعطني من القرآن. الصادق الأمين، أتيت بالصادق المصدوق وأتيت بالأمين. أنت قلت اسم الصادق الأمين، أين هو النص الذي يقول الصادق الأمين بالحرف؟ الصادق الأمين لن تجده. تايمز أب. أخ رشيد أشكرك. الأخ رشيد فضيلة الشيخ عمار خد 8 دقايق لأن احنا الوقت بيقل شوية، فهدي برضو حضرتك 8 دقايق زيه بالظبط. لي أنا؟ اتفضل حضرتك. طيب الآن حوريكم، أنا الآن قبلت تحدي الأستاذ رشيد، أكمل أنا النص اللي رفض الأستاذ رشيد يكمله، لأنه لو الأستاذ رشيد كمل النص كان المناظر انتهت كما ذكر. قال وكان فلما ذاق الماء الذي صار خمرا، الكلام ده في يوحنا الإصحاح الثاني، قال فلما ذاق الخمر، فلما ذاق الماء الذي صار خمرا وكان لا يعرف من أين جاءت الخمر، لكن الخدم الذين استغوا منه كانوا يعرفونه، دعا العريس وقال له جميع الناس يقدمون الخمر الجيدة أولا، جميع الناس يقدمون الخمر الجيدة أولا حتى إذا سكر الضيوف قدموا الخمر الرديء، أما أنت فأخرت الخمر الجيدة إلى الآن. الخمر الجيدة يا أستاذ الفاضل هي التي تسكر، عرفتها؟ وفي البندايك كلام غير ذلك، ده الكلام ده من النسخة العربية المشتركة، جميع الناس يقدمون الخمر الجيدة أولا حتى إذا سكر الضيوف قدموا الخمر الرديئة، يعني التي لا تسكر، أما أنت فأخرت الخمر الجيدة الآن. أنا الآن كفيت المشاهدين يا أستاذ رشيد وكملت النص الذي أنت لم تكمله، لأنه تعلم تماما أنه هذا النص، أنه هذه أول معجزات المسيح، أنه صنع خمر لمجموعة من السكارى الحيارة. الأستاذ رشيد قال من معجزات المسيح أنه خلق الطير، في البداية طبعا الأستاذ رشيد سخر قال دي إساءة للمسيح، والآن جاء يفتخر بها أنها معجزة من معجزات المسيح. الحمد لله أنها وردت في القرآن الكريم ولم ترد في كتابك المقدس، وهذا ما ذكرنا لك في البداية. طيب الأستاذ رشيد قال يتحداني أنه الشيطان مارس قدرته. طيب أنت الشيطان قلت مارس قدرته، عنده قدرات، مارس على من؟ على الرشيد ولا على عمار ولا على الدكتور أشرف ولا على من؟ ما هو الشيطان كان بيجرب في المسيح حتى لو ما ذكرت. أنا أتمنى من الإخوة المشاهدين في قناة الحياة يرجعوا إلى المناظرة الأولى ويسمعوا أنه الأستاذ رشيد لما أنا قلت له الشيطان تلاعب بالمسيح قال الشيطان مارس قدرته. مارس قدرته على من يعني يا أستاذ رشيد؟ هذا تلاعب بالألفاظ. قال في العهد القديم لم يقتل الأطفال بالدين. سبحان الله، سفر العدد 31:17 واقتلوا للهلاك، ده ما أمر من الله سبحانه وتعالى. شنو بالدين؟ أنا ما فاهم يا أستاذ رشيد يعني بالدين، شنو بالدين؟ القتل بالدين، القتل بالدين إنه الرب يأمر بالقتل، هذا قتل بالدين. فجميع الأطفال الذين ورد قتلهم في كتابك المقدس بأمر الرب، وإنه شق بطن الحوامل كل ذلك هو بأمر الرب. طيب قال محمد قتل أطفال المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ رشيد نهى عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ. أنا جبت لك هذا الكلام بالنسبة لأطفال المشركين، ديل بيترسوا بهم، إذا كان إحنا الأعداء بيترسوا بأطفالهم وفي الليل خلاص يصيبهم مثل ما أصابهم هذه الحرب. الآن لو جاء طيران دولة يقصف دولة لا يفرق بين الأطفال وبين النساء، يقصف من طرف، فكذلك الأطفال، كذلك المشركين إذا تترسوا بالأطفال فهم منهم، لا يستثنون. لكن أنا أتحداك يا أستاذ رشيد أن تأتي بنص على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إنه أمر بقتل الأطفال، لن تجد ذلك، لكن مسيح الأناجيل الذي كان في السماء وجاء إلى الأرض قد أمر بذلك. طيب قال محمد صلى الله عليه وسلم لم يصنع المعجزات، قال لي ما تجيب أحاديث، لأنه قال ما بيؤمن بالأحاديث. أنا يا أستاذ رشيد أؤمن بالأحاديث وأؤمن بالقرآن، وعنده السنة زي القرآن، وأنا عندي السنة مسندة عندي يعني مسندة، ونحن دين إسناد وما أقبل شيء إلا مسند. لكن أنا أتحداك، أنا لو جيت عاملك إنك إذا أنت الآن يا أستاذ رشيد أنت ترفض الأحاديث تقول تريد نص من القرآن، سوف أعطيك نص من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، انشقاق القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أسر به، دي المعجزتين كانوا في القرآن الكريم. حتقول لي الإسراء والمعراج ما في إنسان شاهد، وأتحداك أعظم معجزة عمل المسيح هي القيامة، أتحداك ومستعد الآن أن أتعمد في هذه في هذا البرنامج
إذا جبت الإنسان واحد شاهد المسيح وهو قائم من القبر من قيامته المزعومة وإنه كان يفك الأغمطة ويفك الأكفان، لن تجد ذلك، وجدوا القبر فارغا. حتقول لي المسيح أثبت إنه شاهدوه بعض الناس، حقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أتى أيضا بأدلة على أنه أسر به، وأدلة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من أدلة المسيح على القيامة. انشقاق القمر والإسراء والمعراج هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن. وأنا ذكرت لك مسألة الإتيان بالمعجزات. الذي عايز أقول أنا، أنت ترفض الأحاديث، إذا أنت رفضت الأحاديث أنا يا أستاذ رشيد أقدم لك العرض، وده عرض أخير أتمنى إنك تقبله. أنا والله الآن مستعد الآن وفي هذه اللحظة وللمرة الأخيرة أقول لك هذا الكلام، مستعد الآن أن أتعمد أو أتنغ المسيحية في برنامج سؤال جريء على الهواء مباشرة. إذا قلت لي من هم كتبة الأناجيل، كيف من هم كتبة الأناجيل؟ لو قلت لي من هو اللغة، أنا اسمي عمار صالح موسى عثمان، أنت اسمك رشيد بن فلان بن أربع أسماء، قل لي أربع أسماء للغة، قل لي أربع أسماء لمتى، قل لي أربع أسماء لمرقس، قل لي أربع أسماء ليوحنا، قل لي أين دفن يوحنا. لكن كل من كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما إنسان أتى بحديث، وكل من أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف، معروف البخاري متى ولد ومتى توفي، معروف من هو البخاري ابن من، ابن من، من هو الشافعي، من هو احمد بن حنبل. لكن قل لي من يوحنا، قل لي من لوقا، لا تقول لي لوقا مصور واحد يقول لك طبيب، طيب لوقا ابن من، ابن من، ابن من، قل لي اربع اسماء لكل واحد. انا الان مستعد والله اقول لك هذا الكلام ولن اتراجع. فاذا لن تاتي بذلك فاعلم انما محمد صلى الله عليه وسلم اعظم وافضل من المسيح، لان الذين كتبوا عن محمد صلى الله عليه وسلم هم ثقات معروفين لدى الناس، لكن الذين كتبوا عن المسيح وشوهوا هذه السيرة العطرة وجعلوا في نسب المسيح صلى الله عليه وسلم، جعلوا في نسبه الزنا والكفار والمشركين، هم أناس مجهولين. لن تقل لمن هو متى، لن تقل لمن هو مرقس، لن تقل لمن هو لوقا، لن تقل لمن هو لوقا، لن تقل لمن هو يوحنا. وأنا مستعد الآن أمام المشاهدين، لو قلت لمن هو لوقا ابن من، بأربعة أربعة كم من أربعة أسماء لن تستطيع أن تكملها. وأنا أتحداك، مش أنت يا أستاذ رشيد، أي إنسان مسيحي يأتي في برنامج قناة الحياة ويجيب لنا أربعة أسماء لكل واحد من الذين كتبوا الأناجيل، ويقول إنه زي ما نحن الآن بنتكلم عن البخاري نقول ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا واسمه محمد بن إسماعيل بن كذا ابن كذا ابن كذا، محمد بن إدريس الشافعي، أبو حنيفة، كل الناس معروفين. فلذلك ما عندك حجه انك ترفض الاحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا من حقي ان ارفض الاناجيل لانها مجهوله واللي كتبها مجهولين. طيب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذ رشيد معجزات مستديمه، غير كان يفعلها من الصحابه، حتى التي انت ترفضها الاحاديث فعلها من الصحابه. واللي ذكرت في القران والتي فعلها من الصحابه، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم مستمره. الان لو قلت لك جيب لي معجزه، معجزه المسيح، المسيح قال من يعمل الأعمال التي أنا أعملها هو يعملها ويعمل أعظم منها. أنا أتحداك يا أستاذ رشيد وأتحدى أي إنسان في أي قناة مسيحية أن يفعل واحدة من معجزات المسيح. المسيح كان يحيي الموتى، هل تستطيع أن تحيي الموتى؟ لن تستطيع. المسيح قال إنه من قال لهذا الجبل ينطرح ينطرح، الآن قل لا ينطرح. إذا كنت أنت مؤمن حقيقي لن تستطيع. معجزة المسيح عمل في زمان وأكد القرآن الكريم وأكدتها بعض المصادر الأخرى. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، القرآن الكريم لن يأتوا بمثله. وأنا أتحدى أي إنسان يأتي بمثل القرآن الكريم، هو المعجزة. الله سبحانه وتعالى تحدى به الجن والإنس وتحدى به جميع البشر، والتحدي قائم يا أستاذ رشيد إلى الآن، أن تأتي بمثل القرآن الكريم معجزة دائمة خالدة. معجزة المسيح ما في إنسان رأى، أنت الآن لم ترى معجزة المسيح، ولا الدكتور أشرف ولا أنا ولا أنت ولا أي إنسان ولا جدي رأى معجزة المسيح. شيخ عمار، شيخ عمار بشكرك. فاضل خمس دقايق على نهاية البرنامج، عشان كده هدي للأخ رشيد دقيقتين بس، وهدي كمان لحضرتك دقيقتين فيهم تلخص، كل واحد فيكم يلخص فيها اللي عايز يقوله في نهاية الحلقة. أخ رشيد تفضل. أنا أريد قبل أن أختم أريد أن أقول أنه الشيخ عمار لم يحاضر في الموضوع، ذهب إلى أمور أخرى. إنما إذا أردت أن تذكر المجاهيل، نحن لا نؤمن أن هؤلاء مجاهيل لأنهم شاهدوا لبعض، لكن المجاهيل هم في قرآنك. من هو لقمان؟
من هو ذو القرنين، من هو ذو الكفل، لن تجد أي اسم من هذه الأسماء، لا تعرف من هو ومع ذلك تؤمن بأنه نبي مرسل من عند الله أو على الأقل أنه شخصية كبيرة عظيمة في القرآن. فالمجاهيل موجودين عندك. أبو هريرة اختلفوا في كل شيء عنه، من نسبه، من أين ولد، ما هو اسمه، في كل شيء، ومع ذلك تروون أغلب أحاديثه. لا ندخل في هذا الموضوع لأنه ليس موضوعي، إنما إذا أردت أن ألخص، فالمسيح أعظم في ألقابه. الشيخ لم يأتي بلقب واحد لمحمد أعظم من المسيح. المسيح أعظم في ولادته. الشيخ لم يستطع أن يثبت أن محمد أفضل من المسيح في ولادته. المسيح أعظم في معجزاته. معجزة شق القمر ليست معجزة لأن القرآن لا يذكر أن محمد عملها، ومعجزة الإسراء التي يقولون عنها لم يشاهدها أي واحد. المسيح أعظم في حياته، حياة الطهارة والقداسة بلا قطية، لم يستطع الشيخ أن يثبت له أي خطية. المسيح أعظم الآن، فهو حي في السماء موجود هناك باتفاق المسلمين، إنما محمد في قبره. المسيح أعظم في علمه، إنما محمد أمي. المسيح أعظم في تربيته، إنما محمد رباه مشركون. المسيح أعظم في وصاياه، إنما محمد أجبر الناس على اعتناق الإسلام. المسيح أعظم في غفرانه، فهو غفر الذين آذوه، أما محمد فقد لعنهما. المسيح أعظم في مجيئه الثاني، أما المسلمون فلا ينتظرون محمد، إنه في قبره انتهى أمره. المسيح أعظم في خدمته لأنه قداها في عمل الخير، أما محمد فقداها يطوف على نسائه. المسيح أعظم في طريقة إيصال رسالته لأنه ترك الخيار للناس، الذي يقبل يقبل والذي لا يقبل يدان، أما محمد فقد أجبر الناس بالسيف. شكرا يا أخ رشيد. فضيلة الشيخ عمار تفضل، قدامك دقيقتين. طيب كلام الأستاذ رشيد ده كله كلام تحصيل حاصل، وإنما نحن يعني رددنا الحمد لله على جميع الشبهات التي أتى بها وأثبتنا أن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من المسيح. والحاجة يعني الحاجة الغريبة في الأمر أنه رشيد كان يغالط دائما، وقد أغمنا عليه الحجة بكتب من المسيحية وبكتب من حتى أنه مسألة أنه محمد لم يشق القمر قال هذه وهي واردة في القرآن الكريم ومعروفة. حتى رشيد يريد أن يغالطنا في كتابنا، يعني هذا شيء غريب أنه حلقة كلها مغالطات، هذا شيء مؤسف جدا جدا. رشيد يقول ليس لدينا مجاهيل، المجاهيل عندك. بتكلم عن لقمان، لقمان هذه قصة الله سبحانه وتعالى تكلم عنها، ولكن القرآن المغزى العبرة من القصة وليس الأسماء. طيب يقول المجاهيل عندك، المجاهيل عندك أنت يا أستاذ رشيد، لأنك تأخذ دينك من أناس مجهولين. وأنا أتحداك وأتحدى أي مسيح أن يأتي في حلقة ساعتين أو ثلاث ساعات يقول لنا من هم هؤلاء الناس الذين كتبوا هذه السيرة المشوهة عن المسيح عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا لم تستطيع ولن تستطيع يصير محمد عليه الصلاة والسلام هو الأعظم، لأن الذين كتبوا عنه هم عظماء وكتبوا بكل صدق وبأمانة، ولن يكتب عن محمد أنه قبل ثمن دعارة أو أنه قبل عطر من امرأة زانية، بل حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة لا تحل له، فضل عن أن امرأة تتمسح بجسده وتصب العطر وتقبل رجليه. هذا لا يفعله محمد صلى الله عليه وسلم. محمد نهى عن قتل الأطفال والشيوخ والغنم، مسيح الأناجيل كان يأمر بذلك. أختم بشيء، أنه محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الوالدين، مسيح الأناجيل كان يتكلم عن والديه بصيغة عجيبة جدا جدا، كان يقول لوالديه لأمه يا امرأة مالي ولك يا امرأة. ومسيح الأناجيل حتى لما جاءت أمه وأخوانه عشان يزوروه قال له أخوانك وأمك ينتظروك، قال هؤلاء هم إخوتي، رفض أن يخرج لهم، وأشياء أخرى كثيرة جدا. وليس من الأدب ولا من اللائق أن يقول الإنسان لأمي يا امرأة، هذا لم يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يصير محمد عليه الصلاة والسلام أفضل شيخ في عمار الأناجيل. شيخ عمار أشكرك. مشاهدينا الكرام، في النهاية لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لطرفي المناظرة، فضيلة الشيخ عمار صالح والأخ رشيد. وهيظل دايما سؤال الرب يسوع هو موضوع انشغال المؤمنين وانشغال الكل، من تقولون إني أنا ابن الإنسان؟ ويسأل الرب يسوع أيضا التلاميذ ويقول وأنتم من تقولون إني أنا. أصلي أنه النهاردة الرب يكون بيدي المشاهدين نعمة حتى نصل إلى القرار الصحيح ونعرف شخص الرب يسوع المخلص لحياتنا. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج سؤال جريء، الرب يكون معكم.